اخوات، عايز اسالك سؤال الاول قبل شيكابالا، من مميزات ميدو ان مجنون؟ انا مش مجنون، انا 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 لا ده انت دايما اللي بتقول، انت دايما ده يعني ده تصريحاتك، فدي ميزه. انا برضو ما بشوفش ان انا مجنون، انا مختلف. راجل ما تقولش كده، ما انت مش اخر يعني، مفيش حد قال لك قبل كده الكلام ده؟ مراتي بتقول لي مؤخرا. اوعى تصدق. لا والله انا التعامل معايا سهل، بس لازم توصل لمخي. سهل لازم توصل. انت بتعرفش تتعامل معايا؟ انا بتعامل معاك. طيب عشان انت عشان انت عارف شخصيتي، بتعرف تتعامل معايا. الناس اصحابي سنين كتير. طيب عارف الكتالوج يعني. ايوه لازم تعرف الكتالوج زي ما يسر عارف الكتالوج اكيد. طبعًا برضو طبعًا. بس اكيد بتعاني يعني، ممكن تنام في المعادي تصحى تلاقي نفسها في 6 اكتوبر، نفس 6 اكتوبر تصحى تلاقي نفسها في لندن، طبيعي. والله بص يا سيف، انا دايما احب ابقى حر. ابقى راجل انا بطير، احب ان انا ابقى طاير. في اسره وفي حياه. لا اسره عمري ما اتخليت عن اسرتي، اسرتي اولادي. بيطيروا معاك؟ ها؟ بيطيروا معاك؟ يعني نصيبهم. كل 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 اب وزوج ليه مزايا وعيوب. على فكره، على فكره اللي ما يعرفش ميدو، مش ميدو قاعد قدامي يعني، ميدو اسري جدا ومع اسرته ومع مراته جدا مع اولاده، وخير جدا مع والدته ومع الناس كلها، ودي شهاده الحقيقه، مش ان هو قاعد، دي حقيقه بغض النظر انه مجنون. ده واجب يعني وعايز اقول للشباب الصغار بيتفرجوا علينا، لازم اهم حاجه في حياتك هي العيله. صح. واهم حاجه في حياتك ان انت تهتم باهلك، ان انت لو كان عندك القدره. صح. وانا دايما انا بقول ان انا بتمنى ان ابويا الله يرحمه يرجع ولو ليوم، ان انا اقضي معاه ساعه. فبقول لكل الناس اللي ربنا اكرم، ربنا كرمهم ان اهلهم عايشين. صح. ان هم يستمتعوا بيهم، وان هم ما يفوتوش وقت، ان هم يقضوا وقت معاهم.